غير الباطل باطل وزق السلام اعلم يا رب العالمين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان ولا عدوان الا على اهل العبد. الذين اتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم. وقلنا تملك وتخسر نفسك ماذا نبحث؟ قال سيدنا عيسى وقلنا هذه المخلوقة. على كل حال يجب على ألف وكثيرة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام على عيسى مبارك وانهم اخوة وانهم رسالة واحدة والرب واحد ما لا نشكوه كل من كل نفس حكيم. هذا ما يدل على وحدانية الله ويكون مصدر الرسالة كلها هو الله. من اختار من سبحانه وتعالى لا يمكن ان يرعب ولا يختلف مستحيل. ثم انما يعدل تشريعات حسب زمان وحسب حوال قوام وتاريخ اقوام هذا شيء اخر. الاختلاف يجب يكون اما بالاختلاف هذا يكون على راس التوحيد لا مستحيل. لا يؤثر على الله قد يؤثر على الله سبحانه وتعالى وياخذ بلا ابعاد بلا مختلفه حسب العصور والشعور. بما ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث عامه كافه العالمين هنا يولي ربما يتوسع النبي عليه الصلاه والسلام الذي هو انت شعور هذا الكلام يتوسع في ارسال الحقائق لا الحقائق الناس الى بيت القران بل حقائق صادره عن رسول الاسلام عليه الصلاه والسلام حتى يبدا يكون دين كامل عسكري بل انساني وسني اي عالمي. وامر الله لا يعلم الا الله والسلام.